إلى سنة 2019 القارئ اللي معانا النهاردة كان بيعمل محافل أسطورية، وبعد كده اكتشف إن في وجع في رقبته وحلقه، وبعد ما ذهب للأطباء قالوا له إن السبب مش حنجرته وأنه مصاب بسرطان في الغدد الليمفاوية والدرقية، وبعدها الدكتور قال له لازم تخضع لعملية جراحية، ومن هنا بدأ يتعب نفسيا وقرر إن هو يتوقف عن التلاوة في أي محافل وأي جلسات خاصة يقوم بها. وأول جزء معانا في التلاوة تلاوة القارئ أمير لعل أول، شارك معه الدكتور حامد شاكر نجاد لكي لا يتعب أحباله الصوتية. بسم الله الرحمن الرحيم. من ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وما كان من المشركين. قل إنني غزاني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ما شاء الله. أحسنت، بارك الله فيك. وما كان من المشركين من جاء بالحسنة فلو بسم الله الرحمن الرحيم.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.